مشاهدينا، ولفتح ملف أزمة السيول التي ضربت بغداد وعددا من المحافظات في العراق وفشل الحكومة في إدارة هذا الملف الخطير، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المختص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام أخي العزيز. حياكم الله. السلطات الحكومية كانت تحذر من موجة جفاف ونقص كبير في المياه في العراق، ورغم كل التوقعات فقد هطلت الأمطار بغزارة ولكن أغرقت الشوارع، كيف ترى أو تقرأ ما جرى؟ عزيزي، أولا شكرا على الاستضافة. حياكم الله. أنا سبق وأن بينت على قناتكم الكريمة نعم. وفي عدد من المؤتمرات وكثير من البحوث اللي نشرناها نعم. قبل أكثر من 10 سنين أنه صحيح الأمطار أو معدل هطول الأمطار السنوي ده يقل مع الزمن، لكن حذرنا أنه في بعض الأحيان ستسقط أمطار غزيرة في فترة زمنية قصيرة مما يسبب الفيضانات، وهذا اللي تفضلت وتكلمت عليه هسه نشوفه الآن، وقبلها شفناه بأربيل هذه السنة، نعم وقبل سنتين شفناه بالكوت والعمارة. نعم طبعا هذه الأمطار الغزيرة في فترات قصيرة تسبب سيول وتسبب دمار البيوت والمنشآت والأراضي الزراعية، لكن أكثر من هذا أيضا أنه كميات كبيرة من التربة صالحة للزراعة راح أيضا تنجرف نعم وتترسب في المناطق المنخفضة، وطبعا المناطق المنخفضة أهم شيء خزانات السدود مما يقلص حجم الخزين لهذه السدود. وأيضا التأثير الآخر السلبي هو أنه الإنتاج الزراعي للأراضي المتأثرة بمثل هذه الفيضانات راح يقل، نعم لأنه سمك التربة راح يقل. فهذه تحتاج طبعا إلى دراسة علمية مهنية، ومن الممكن الاستفادة من هذه الأمطار بدل من الدمار اللي تسببه. وإحنا كتبنا في كثير من الأبحاث أنه عمليات الحصاد المائي هي الوسيلة العلمية الصحيحة للاستفادة من هذه الأمطار. دكتور، أين القائمين في وزارة الري ووزارة الزراعة من هذه المعلومات الخطيرة وتفاصيل السيول وما أدت إليه وكان ممكن تفاديها أو على الأقل الاستفادة من مياه الأمطار وهذه السيول التي يعني ذكرت أنها ضربت الكوت والعمارة وأربيل في هذه السنة؟ والله مع الأسف يعني احنا كثير من التقارير قدمناها والبحوث إلى وزارة الموارد المائية، وتكلمنا في كثير من المؤتمرات، وآخرها بتشرين الأول كان عندنا مؤتمر عالمي في سليمانية بالتعاون مع جامعة كمار، وحضر في حينها السيد وزير الموارد المائية السابق الأستاذ مهدي الحمداني نعم والسيدة وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان، وتكلمنا عن كل هذه الأمور. لكن مع الأسف الوزارة لم تعمل شيئا، لأنه الخطة المستخدمة اللي وضعتها بعض الشركات الإيطالية سنة 2015 لم تعني بهذا المجال، وهي بعيدة جدا عن الواقع الحالي للموارد المائية، فلذلك أدت إلى الفشل الفظيع والذريع في هذا المجال. وأعتقد أن هناك أيضا عدم، خلينا نقول، إلمام كافي نعم من قبل المسؤولين ومتخذي القرار بأهمية الموضوع وخطورته وتأثيراته على دكتور، مستقبل دكتور لكن البلد. ذكرتم أنه كان هناك مؤتمر في إربيل وتم طرح مثل هذه وجهات النظر، السؤال هنا هل ترى أن موضوع المياه في العراق يدار من خارج الحدود؟ والله أكو إدارة قوية وتأثير قوي من خارج الحدود، يعني إحنا إذا نباوع على أسباب شحة الموارد المائية، السبب الرئيسي هو ليس التغير المناخي نعم للعلم، السبب الرئيسي هو المشاريع الإروائية القائمة في إيران نعم وتركيا، نعم هذه هي السبب الرئيسي، أو خلينا نقول أكثر من 60% من مشكلة شحة المياه هي
بهذا السبب، يعني من خارج الحدود. لكن هذا ما يعني أنه إحنا لازم ما نتخذ إجراءاتنا الخاصة داخل الحدود حتى نتلافى نعم. المشكلة أو نقلل من الأضرار الناجمة من هذا طيب، الشيء. من ضمن هذه الإجراءات دكتور إنشاء سدود جديدة، إدامة السدود الحالية، الاستفادة من مياه الأمطار، كل هذا لم يحدث وحول بلاد الرافدين، بلاد ما بين النهرين، إلى أراضي متصحرة. صحيح صحيح، كلامك صحيح جدا، وكثير من المنظمات الدولية كتبت أنه إحنا يعني كبلد نخسر كل سنة 100 على الأقل 100,000 دونم من الأراضي الزراعية تتحول إلى صحاري. لكن مع كل هذه التحذيرات وكل هذه التقارير والأبحاث والمؤتمرات، ماذا نشوف؟ أكو أي عمل فعلي من قبل الحكومة أو الدولة تجاه هذا الموضوع؟ وهذا مؤسف جدا جدا. نعم، يعني نظام إدارة الموارد المائية يجب أن يتغير بشكل جذري، وأنا كتبت كثير من الأمور حول هذا الموضوع وكيفية معالجته. وآخر شيء، قبل أسبوعين كان مؤتمر لشركة سبرينجر اللي هو المؤتمر العالمي اليورو أوروبي، نعم، أيضا ألقيت بحث أو دراسة فيه حول هذا الموضوع وكيفية معالجة الأمر، لكن مع الأسف لم تتخذ أي إجراءات على أرض الواقع في هذا المجال. دكتور، العراق يطفو على بحر من النفط وفيه خيرات كثيرة، ولكن للنفط والطاقة بدائل، الطاقة المتجددة وغيرها، ولكن هل يوجد بديل للمياه؟ مو بديل للمياه بالحقيقة، لكن احنا قلنا انه العراق حاليا يعتمد 95% من المياه المستهلكة على مياه نهري دجلة والفرات نعم، وراء واحدة. قلنا احنا المفروض انه هذه ما تبقى بهذا الشكل، ونتحول الى المصادر غير التقليدية، يعني نعم، اضافة الى مياه نهري دجلة والفرات وروافدهم، لازم نروح إلى عمليات أولا الحصاد المائي لمياه الأمطار، وإحنا أجرينا دراسات عديدة حول هذا الموضوع، ومن الممكن أن نجمع ملايين الأمتار المكعبة من المياه بهذه العملية. نعم، اثنين، نتجه إلى تنقية المياه العادمة وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية، وهذه عملية بسيطة نسبيا. وأيضا أكو دول مجاورة لنا كالأردن ومصر قامت بهذا الشيء ونجحت بشكل كبير جدا. المصدر الثالث هو تحلية المياه المالحة، وإحنا عندنا كثير من خزانات المياه الجوفية فيها كميات من المياه لكن غير صالحة للاستعمال، ممكن استخدام الطاقة الشمسية في تحليتها واستخدامها للأغراض الزراعية. احنا دائما نتكلم عن القطاع الزراعي، ليش؟ لأنه المستهلك الأكبر بحدود أكثر من 80 إلى 85% من المياه المستهلكة هي الأغراض الزراعية. نعم، فإذا استخدمنا هذه المصادر من الممكن أن نتلافى المشكلة. نشكركم الشكر الجزيل الدكتور نظير عباس الأنصاري، كنت معنا من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك.